نحن اليوم في ختام الباب الأول، اليوم معنا الفصل الثالث من الباب الأول، ونتكلم فيه عن السؤالات التي لا يجوز السؤال بها عن الله سبحانه وتعالى، وهي تسعة أسئلة وسؤالات لا يجوز أن نسأل بها عن الله سبحانه وتعالى، ثم نضيف عليها أربع صيغ أخرى لا توجد في هذا في النظم، ولكن من باب ماذا؟ الإضافة. سنتكلم في ذلك. اليوم هو درسكم هذا اليوم هو الدرس السابع، ونتكلم في السؤالات التي لا يجوز أن يسأل فيها عن الله سبحانه وتعالى، نتحاور فيها، نتناقش فيها مع العلة أنها لا يسأل بها عن الله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن يسأل عن الله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن يقال عن الله سبحانه وتعالى أو يسأل عنه بهذه السؤالات لعلة موجودة في هذه السؤالات بأنها لا يسأل بها إلا عن الحوادث، إلا عن الأشياء الحالة، الأشياء الحالة. ولهذا سنعرف إن شاء الله في هذا الدرس. نعم، السؤالات التي لا يجوز أن يسأل بها عن الله سبحانه وتعالى، سنذكر هذه السؤالات إن شاء الله سبحانه وتعالى عن صيغة السؤال، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه هو ذلك والقادر عليه. كان هذا الباب الأول، كان الفصل الأول في ذكر ما يجب على المكلف اعتقاده، والفصل الثاني كان في ذكر ما يليق وما لا يليق بالله سبحانه وتعالى من الصفات، والباب الفصل الثالث ذكر الألفاظ الممتنع السؤال بها عن الله عز وجل. ودرسنا القادم إن شاء الله سنذكر في الباب الثاني، الباب الثاني بدون فصول، هذا الباب فيه ثلاث فصول، الباب الثاني ليس فيه فصول، والباب الثالث ليس فيه فصول، وهكذا بمشيئة الله عز وجل. نعم، نقرأ هذا الفصل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال الناظم: تسع سؤالات عن الله كم فيها سأجمعها في البيت نظما على ضمن الفصل الثالث في ذكر الألفاظ ممتنع السؤال بها عن الله عز وجل. قال الناظم: تسع سؤالات عن الله كم فيها سأجمعها في البيت نظما على ضمن فهل ما من أي كيف أين متى إن وتاسعها كم حتى وتفضل. قوله: تسع سؤالات عن الله كم فيها، بين الناظم الألفاظ التي يمتنع بها السؤال عن الله سبحانه وتعالى، وهي تسع سؤالات التي لا يسأل بها إلا عن الكوارث والمخلوقات، التي لا يسأل بها إلا عن الكوارث والمخلوقات، لأنها تتعلق بالاستفهام عن صفات المخلوقات وما يجوز وما يمكن في حقها، ولا تجوز هذه ولا تكون في حق الله تعالى. نعم، إذا العلة أن هذه السؤالات لا يسأل بها، هذه الصياغة لا يسأل بها عن الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الصياغة يسأل بها عن الحوادث، عن المخلوقات، ما يجوز فيها وما يليق بها. أما أن تسأل بها عن الله سبحانه وتعالى فلا يجوز السؤال بها عن الله سبحانه وتعالى. ولا تجوز هذه ولا تكون في حق الله تعالى، ولهذا قال: عن الله كم فيها، لأنها
عن الله تعالى، لأنه لا يوصف بصفات خلقه التي يسأل عنها بهذه الصيغة. وقوله سأجمعها في البيت نظما على ضمني، أي سيذكرها مجموعة في بيت واحد كلها. وقد أعطى الضمان على نفسه أن يجمعها بلا نقصان، لأنه يقول أجمعها كلها في بيت واحد بلا خلل في النظم، وأنه ظاهر في ذلك. وقد وفى رحمه الله تعالى بذلك فأجاد وأفاد. وهذه جزالة فائقة نادرة المثيل في أن يسبك 9 ألفاظ في بيت واحد بلا خلل في الوزن والقافية وبلا تكلف منه. نعم، وسأجمعها في البيت نظما على ظني. اجمع هذه 9 سؤالات في بيت واحد، ويضمن انه لا يحدث خلل هنالك في قافيه هذا البيت، ولا يحل هو كذلك بشيء من هذه الالفاظ، اي يرتبها ترتيبا يتناسب ويتناسق مع قافيه القصيده. وقوله فهل ما من كيف اين متى لم وتاسعها كم، هل سؤال يطلب به التصديق، كما في قوله تعالى هل جزاء الاحسان الا الاحسان. نعم، هل عفوا، هل سؤال عن الاستفهام والتصديق. هذا هل يراد يسأل به عن الاستفهام، ويراد به يسأل به عن التصديق، هل كذا؟ هل هذا الكلام صحيح؟ يراد به عن التصديق، عن التحقيق، التحقق من الأمر. سؤال عن ماهية الشيء أي حقيقته. ما سؤال عن ماهية الشيء أي حقيقته. نعم، إذن اللفظ الآخر ما الآن هذا ما يسأل به عن ماذا؟ عن حقيقة الشيء وماهيته، عن حقيقة الشيء وماهيته. واضح؟ ما هذا؟ ما هذا الشيء؟ يسأل عن شيء، عن ماهية، عن حقيقة الشيء، فلا يسأل عن الله تبارك وتعالى بما؟ كسؤال فرعون اللعين لموسى عليه السلام. فرعون كونه أن لا يعرف الله سبحانه وتعالى، ولا يعرف الله سبحانه وتعالى، فيسأل ما؟ يريد به ماذا؟ يسأل عن حقيقة ما رب وما رب العالمين؟ يسأل عن حقيقة، ما حقيقتها؟ ما ماهيتها؟ ما جنسها؟ ما هو؟ يسأل عن حقيقة الشيء وذاته وماهيته. Thank you.
اللي هي أي للتمييز. بين المتشاركين في صفة من الصفات، أيهما أفضل؟ أيهما أحسن؟ أيهما أبهى؟ أيهما أفضل؟ كما في قوله تعالى: فأي الفريقين أحق بالأمن؟ وقوله عز وجل: أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ كيف؟ سؤال يطلب به تعيين الهيئة، وهي الحالة التي عليها المسؤول عنه، كما يقال: كيف زين؟ يسأل عن الحالة التي عليها المسؤول عنه، كيف فلان؟ كيف؟ سؤال عن الحالة. الله تعالى لا يسأل عنه بكيف، كيف الله؟ واضح؟ نعم، يسأل عن الحالة، عن حالة شكله، عن حالة وضعه، عن حالة أي شيء من الحالة، يسأل عن حالة صحته، عن كيف هو، ماذا يراد كيف؟ عن صحته، كيف حاله؟ كيف حاله؟ عن كيف صحته؟ هذا كما يقال: كيف زيد؟ أي كيف، أي كيف هو حاله؟ أين؟ سؤال عن المكان الذي حل فيه الشيء. نعم، إذن كذلك أين؟ لا يسأل عن الله سبحانه وتعالى أين الله؟ لا يسأل عنه، لأن أين تسأل بها عن المكان؟ أين سؤال عن المكان؟ والله سبحانه وتعالى لا يحيط به المكان. نعم. أين؟ سؤال عن المكان الذي حل فيه الشيء. أينما تكون يأتي بكم الله جميعا. متى؟ سؤال يطلب به تعيين الزمان ماضيا كان أو حاضرا أو مستقبلا، كما في قوله عز وجل: متى نصر الله؟ متى؟ متى نصر الله؟ سؤال يسأل به عن الزمان، متى يحدث نصر الله؟ متى يحدث نصر الله؟ إذا متى سؤال عن الزمان. نعم. وقوله: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لم؟ سؤال عن العلة، وأصلها لما؟ لما سكنت للقافية لم؟ أصلها لما؟ لما هذا؟ والعلة هي التي لأجلها يكون ذلك الشيء، فهذه ثمانية إلى تاسعة. لما؟ لما؟ سؤال عن العلة. لما؟ عن السبب، لما فعل فلان هذا؟ لما ضربت؟ لما فعل؟ واضح؟ تاسعها، هذه ثمانية تاسعها. تاسعها كم؟ كم؟ انزين، سؤال لو بدي تعيين العدد. سؤال لو بدي تعيين العدد. نعم. كما في قوله تعالى: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما او بعض يوم. سؤال عن العدد، كم لبثتم؟ كم عدد الايام التي لبثتموها؟ قالوا: لبثنا يوما او بعض يوم. نعم. هذه الألفاظ جميعها وما يقاس عليها من معانيها لا يسأل بها عن الله تعالى. نعم، وضحت الآن لماذا لا يسأل بها عن الله سبحانه وتعالى. لا يسأل عن الله سبحانه وتعالى عن هل، هل الله كذا، هل الله كذا، هل كذا، لا، لا يسأل عن هل، هي الاستفهام والتصديق، والتصديق والتحقيق. كذلك ما يسأل عن الله ما، ما الله؟ ما رب العالمين؟ ولا يستدل في سؤال فرعون ان فرعون كافر يجحد وجود الله تبارك وتعالى.
العالمين ما جنسه؟ من هو؟ ما حقيقته؟ أي هذين الأمرين دي؟ أي الله أفضل؟ هل يسأل هي أي الله أفضل؟ أي أجزائه أفضل؟ أي فلان ممن؟ قيل وجهه شجاعته كرم بعض الناس يصيرون اطفال كهيئة التعليم يقول له من ربك؟ كيف ترد عليهم؟ لا يسألهم هذا سؤال استفهام من ربك بمعنى من الذي خلقك؟ لا يسأل عن ذاتك، لا يسأل عن ذاتك، من الذي خلقك؟ من ربك؟ ما دينك؟ هذا هو. زين فكيف؟ كذلك سؤال عن الحالة كيف الله؟ كيف هو الله؟ لم يسألوا عن الله سبحانه وتعالى بهذا بكيف ان هذا سؤال عن الحالة والله تعالى لم يسأل عن حالته لا يليق ذلك بالله سبحانه وتعالى صحيح مريض سقيم كذا تأتي الحوادث أين يسأل عن المكان متى عن الزمان لما عدة كم سؤال عدد سنضيف إليها الآن بعض الألفاظ أربعة ألفاظ كذلك هي متضمنة لكن هنالك بجمع مع الأشياء مثل مثلا من أين؟ من أين؟ يعني هناك متضمنة لهذه وقد نظمها الإمام السالمي رحمه الله تعالى مع الشرح في أبيات رائعة رائقة بديعة فقال إن عبدي كيف لمها السؤال من أي متاع ربنا تعالى أين ومن أين وكم فكيف أثبتها الشيخ السالم أين المكان الذي هو فيه ومن أين أتى أين المكان الذي هو فيه الآن يسألوا عن المكان الذي فيه الآن لكن من أين صدر من أين أتى ومن أين جاء أين ومن أين وكم فكيف عن هيئة وعلة لم تلفى وهل تصديق ومنع الجنس وأي شركة وهجز النفس يعني يراد بها الشركة والشراكة ويراد بها زن النفس أي فلان أجمل وجهه أي فلان أحسن كرمه لكن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عنه متى سؤال جاء عن زماني أين ومن أين عن المكان وكم سؤال عدد وإنه فرض قديم قادم سبحانه نعم هذا نظرنا عن الإمام السالم رحمه الله تعالى وشرحنا هذه الأبيات في شرحنا على بهجة الأنوار كما أبدع الإمام أبو مسلم رحمه الله تعالى حيث نهج منهج الإمام أبي نصر في نظم هذه السؤالات التسع في بيت واحد من غير خلل في النظم والقافيه حيث يقول نعم الامام ابو مسلم شاعر عمان كبير نظم كذلك هذه التسع سؤالات في بيت واحد كما فعل ابو نصر فتح من النجم نعم متى كيف كم هل ما ومن اي اين بم بالتسعين ومن أين لي بالتسع فاحفظها عن الله لا تسأل ويقول شيخنا خلفان بن حميد السيابي رحمه الله مثل ذلك أيضا تعاليت عن كيف وأين وعن متى وما لك كفء أو نظير ولا مثل تعاليت عن كيف وكيفت كيفنا تقدست عن أين نعوتا لمن حل نعم هذه السؤالات من سؤال عن الله سبحانه وتعالى قد ذكرنا العدة وسنضيف إليها أربع صيغ إن شاء الله تبارك وتعالى نعم قال الناظم لكل سؤال صيغة غير أختها و
وليس مرادي بالإطالة في الفن. نعم، ذكر هذه التسع صيغ ويقول لنا بأن هذه ذكرت هذه الصيغ التسع ليس من باب الاستطراد والإطالة في النظم، وإنما هذه الألفاظ وهذه الصيغ كل واحدة منها لها معنى يخالف أختها، ولهذا لا أقتصر على شيء وأترك شيئا، لا آتي بشيء وأترك شيئا، وإنما أتيت بها كلها لأن كل واحدة منها قائمة بنفسها لها معنى مستقل، ولا أعني بذلك الاستطراد والإطالة تسع سؤالات ماذا لم يأتي بأربعة والباقي مبني عليها، لا، نقول كل واحدة معنية بذاتها، كل واحدة لها معنى يخالف معاني أختها. نعم، قوله لكل سؤال صيغة غير أختها أي لكل سؤال من السؤالات السابقة التي لا يجوز أن يسأل بها عن الله تعالى لو ضمن السؤال عن أحوال المخلوقين صيغة مختلفة عن صيغة السؤال الآخر، فكل صيغة ممنوع السؤال بها عن الله تعالى لها علة تختلف عن علة الصيغة الأخرى، فهي أسئلة عن علل مختلفة كما رأينا. وقوله وليس مرادي بالإطالة في الفن، وهذا بيان العذر في أن الناظم لم يذكر هذه الصيغ جميعها من أجل الإطالة والتطويل في فن النظم، كلا، بل إن كل صيغة مقصودة بعينها ومما لا بد من ذكرها، فهذا اعتذار من الناظم خشية توهم الرغبة في الاستقرار والتطويل في النظم، حتى لا يتوهم أحد بأن لماذا هذا الاستطراد ذكر تسع سؤالات في إشارة أو تمثيل ببعضها، لا، كل واحدة مقصودة بعينها لأن كل واحدة تتضمن معنى يختلف عن معنى الأخرى، قد يكون الاختلاف واسعا بينها وقد يكون الاختلاف دقيقا، مثلا يسأل عن ماذا؟ عن الماء ومن؟ المعنى دقيق بينهما، المعنى دقيق لكن بين من وأين؟ معنى واسع، بين من ومتى؟ معنى واسع، لكن بين من؟ التي يسأل بها عن الجنس وما الذي يسأل عنها عن حقيقة الشيء وماهيته، المعنى دقيق بينهما، المعنى دقيق، زين، ولهذا قالوا بأن من يسأل بها عن العقل وما يسأل بها عن ماذا؟ عن غير العقل، من يسأل بها عن العقل وما يسأل بها عن غير العقل، الجمادات وما شابه ذلك يسأل ما هذا الشيء، لكن العقل يقول من هذا الشيء، وهذا يراد به الجنسية وهذا يراد به عن حقيقة الشيء. نعم، على أن هناك بعض الصيغ من السؤالات التي يمتنع السؤال بها عن الله تعالى لم يذكرها الناظم رغبة منه في عدم التطويل والاكتفاء بما ذكر وما لم يذكره داخل ضمنا في المذكور، فمن هذه الصيغ التي لم يذكرها الآن الصيغ التي تضاف إلى هذه الصيغ تسع سؤالات، والآن السؤال العاشر. أولاً السؤال ب من أين؟ سؤال عن المكان الذي برز منه الشيء. إذاً أين موجود؟ لكن من أين؟ من أين أتى؟ أين هو الآن؟ أين موجود؟ لكن من أين؟ هذه غير موجودة، نظمها الشيخ السامي رحمه الله تعالى. من الشيخ أبو نصر ما نظمها منه؟ أتضاف. إذاً هنا نضيف هنا ماذا؟
يقال في أن وتأتي بمعنى كيف. أن هذه الله تعلم فيها. أن له ذلك. وتأتي بمعنى كيف. كيف وتأتي بمعنى كيف وتأتي بمعنى من أين. من أين له ذلك. أن له ذلك. أن شئت حيث شئت. نعم. كما في قوله تعالى نساؤكم حرف لكم فأتوا حرفكم أنا شئتم. وكما في قوله قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها وتأتي بمعنى من أين. كما في قوله تعالى قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله. ثالثا السؤال بأيان. أيان. نعم. وتأتي بمعنى متى. نعم. كما في قوله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها وقوله يسأل أيان يوم القيامة. نعم. رابعا السؤال حتى وتأتي بمعنى إلى متى كما يقال حتى يكون هذا الأمر. نعم. فهذه نعم حتى يكون هذا الأمر بمعنى استفهام عنه لكن استفهام سؤال عن الغاية استفهام عن الغاية التي يصل إليها هذا الأمر. نعم. هذه السؤالات التي يمتنع السؤال بها عن الله عز وجل وذلك بما تتضمنه من ماذا؟ من الحوادث صفات الحوادث لا يخلو بها إلا عن صفات الحوادث المخلوقات والله سبحانه وتعالى لا يتصف بصفات المخلوقات فلا يسأل عنه سبحانه وتعالى بهذه الصفات بهذه